الامريكي اولا بان حصلوا على دكتور التنسيق كده دكتور اشرف تم ممارستها ورفع بالفكره وحيكون التاول الامريكيين جايين من التاول الاول الاول تنادت جمعية فنيين غسيل الكلى بكامل أعضائها أن يديروا احتفالية اليوم، وبالمرة يشهروا الجمعية ويتم الانتخاب إن شاء الله. اليوم حيتم انتخاب إدارة الجمعية بحيث نقدروا أن نستمروا في الشغل متاحنا من ناحية التدريب، من ناحية الدورات، من ناحية أن احنا نوجهوا كل أقسام الغسيل أو كل فنيين الغسيل في ليبيا أن نحطوهم على 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 الخطوات الصح في 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 برامج غسيل الكلى، على كل ما يخص غسيل الكلى في ليبيا إن شاء الله. حيكون في شخصيات موجودة معنا اللي هو دكتور أشرف برقبة مدير معهد تنمية خوي العامل إن شاء الله حيكون معنا في الصورة، بحيث أن احنا نضمن للكوادر الفنية اللي تشتغل في غسيل الكلى اللي ما عندهمش دبلوم غسيل كلى أن احنا في المستقبل يعني نبدو نجزئوا في الموضوع، بحيث أن بالتعاون مع الجمعية وتحت إشراف مباشر من المعهد تنمية خوي العامل الصحية أن نعطوا دبلومات تخصصية للناس اللي تشتغل في المجال هدايا. اليوم طبعا الحضور كان كويس، كان من البيضة، من شحات، من درنة، من بنغازي، من سرت، من مصراتة، من بنوليد، من منطقة طرابلس بالكامل، من جميل، من رقدالين، غريان، من نالوت، من نوباري، من غات. الحمد لله يعني بدأ جل مراكز الغسيل حوالي عندنا 27 قسم غسيل كلى اشتركوا معنا، اللي بعدد كويس. سوق الخميس حتى اشتركوا بسوق الخميس مساحة، اشتركوا بعدد كويس. بهذه المناسبة الثانية خاصة لكل نحن لنا عن تقديم ما هو عن تقديم ما في أشهر الكريمات الدنيا لمرضانا طبعا هذه فرصة كبيرة أن لأول مرة تحصل في ليبيا أن شريحة فنيين غسيل الكلى أنهم يأسسوا جمعية حتى تقوم بشؤونهم وتنظر في مشاكلهم وكذلك تساعدهم في تحقيق واجباتهم نحو مرضى غسيل الكلى. الحقيقة سعينا في الماضي في العهد السابق ولو كانت مسعينا يعني محتشمة قليلا، ولكن لم نتمكن حقيقة في تأسيس جمعية بدعوى أن المنتسبين للجمعية أنهم ليسوا دراسات عليا، يعني هذا أعتقد أنه سبب غير مقنع، لأن حتى العمال في العالم يكون لهم نقابات وجمعيات وكذلك. والحمد لله تمكننا إن شاء الله من تأسيس الجمعية، واليوم إن شاء الله بصدد انتخاب مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة للجنة الإدارة للجمعية العمومية إن شاء الله، ونامل بعون الله أنها تكون رافد للفنيين وللمرضى أيضا، لأن الحقيقة حتى المرضى يعانوا من المشاكل هذه، مشاكل غسيل الكلى، نقص الأدوية، نقص أماكن الغسيل أيضا، وهذا الحقيقة حيكون واحد أحد أهم واجبات الجمعية بأن يكون فيه تواصل ما بين الشباب بحيث يحل مشاكلهم فيما بينهم وينظروا حتى لمشاكل المرضى ويوصلوا هذه المشاكل للجهات الخاصة العامة في الدولة كوزارة الصحة، الإمداد الطبي، بأنهم يحاولوا أن يوصلوا هذه المشاكل لهذه الإدارات بحيث أنهم يحلوا مشاكلهم ومشاكل المرضى بتاعهم. وضع السياسة لإعطاء الدعوات في كل المراحل.